النهارده في الجوله 24 للدوري المصري الممتاز كان يوم في منتهى الملل، في منتهى الملل بصراحه. يعني مواجهتين انتهوا بالتعادل السلبي، ومواجهه واحده انتهت بالتعادل الايجابي 1-1 من ضربتي جزاء. حاجه يعني الناس مش عايزه تكمل الدوري تقريبا، زهقوا تقريبا، ملوا. بس ما تخلوناش نمل معاكم. مصري وانبي تعادل سلبي امام حضراتكم اهي دون اهداف. اه صحيح بيبقى في شويه فرص، بس ما فيش اتقان في انهاء هذه الفرص. المباراه الثانيه خلصت برضو ما بين زد والاتحاد السكندري تعادل سلبي. كان زد الافضل بصراحه في المباراه دي، والاتحاد طلع كسبان النقطه، وزد ضيع فرص كتير، بس احنا بالنسبه لنا المتعه اهداف، ده برضو ما حصلش. طيب الاهداف بقى جت فين؟ اللي من ضربات جزاء في المقاولة العرب وفاركو. المقاولة العرب سجل من ضربة جزاء عن طريق أمير عابد هدف الأول في الدقيقة 41، وبعد كده تعادل عمرو ناصر لفاركو في الدقيقة 86 أيضا من ضربة جزاء. مفيش أي حاجة النهاردة ملعوبة، مفيش أي حاجة النهاردة ملعوبة. طيب